كده حماية يصدق ويطمن الأرض باسمه. مش كده وبس، ده مستند يثبت إن الأرض غير مرخص ليها بناء المولات والمحلات التجارية، وده يخلي حماك يصرف نظر عن المول. عظيم، ويروح بلده بألف سلامة. أنا بصراحة يا متر مش عارف أشكرك إزاي. أنا هقولك تشكرنا إزاي، هو أخوك كان عنده شقة تانية غير الشقة اللي أنت عايش فيها، مش كده؟ كان في شقة وأنا كنت عارضها للبيع، بس للأسف ما جاليش السعر اللي أنا عايزه. الشقة دي اتباعت. اتباعت؟ يعني إيه؟ ليلى جابت بنقابية، اقتحموا الشقة، لقوا العهد الأصلي اللي باسم أخوك. أعرض الشقة للبيع بسعر الرلطة، في خلال أسبوعين باعت الشقة. بإيه بقى؟ بموجب العهد الأصلي والبطاقة المضروبة اللي باسم أحمد أخوك. إزاي ده أنا أروح فيها في 60 دقيقة؟ ده أنا ما يكفينيش فيها رقبتها. بالظبط، هو ده اللي عايزينك تعمله. شفت الحدوتة اللي حكاها لك شعبان؟ تروح القسم وتقدم بلاغ ضد ليلى انها نصبت وبعت الشقه. يعني الكلام اللي انتوا بتحكوا فيه ده حصل ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش. هيبقى قدام البوليس والنيابه. حصل. انا مجهز كده اسره لطيفه هيقعدوا جوه الشقه ومعهم عقد بيع الشقه، المفروض يعني ان ليلى هي اللي بعتها، وهيقدموا بلاغ متضامنين معاك ضد ليلى. بس انا ايه اللي دخلني في الحوارات دي؟ انتوا المرة اللي فاتت قلتوا لي انزل اعمل محضر انها اقتحمت الفيلا، وفعلا نزلت عملت المحضر. لا بس المرة دي لا، شقة اخويا هتضيع، وعايزين نقول ده كمان في بلاغ رسمي، يعني الشقة ضاعت. مفيش حاجة هتروح وانا الضامن، واي حاجة تحصل انا هعوضك عنها. بشرط واحد، تسمع الكلام من غير كتر اسئلة ورغي كتير، والا اهلا